قديمة بني مسجد الشواذن في العام السابع الهجري، وبذلك يعد ثاني أقدم مسجد في السلطنة ومن أقدم المساجد المعمورة في العالم الإسلامي، إذ بني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعتبر هذه الحارة هي بمثابة شريان والقلب النابض لهذه الولاية العريقة التي تخرج منها علماء وفطاحل. قلنا أنه من أهم مساجد حارة العقر مسجد الشواذن اللي نحن الآن فيه. هذا المسجد كانت تقام فيه دروس، تقام فيه حلقات علم، وقد استخدم المرممون موادا من البيئة العمانية، أهمها الصاروج العماني أو الصلصال المطبوخ، والنورة العمانية أو الجبس. وتمثلت جهود وزارة السياحة في تذليل الصعاب لاستثمار بيوت العقر القديمة المندثرة لترميمها وتهيئتها لتكون نزلا فندقية بطابع عماني قديم وعصري. في هذه المنطقة مركز المدينة ما فيها أماكن إيوائية قريبة، وهذا أول مشروع يتم تبنيه وافتتاحه في المنطقة، في منطقة قلب المدينة، مدينة نزوة يعني. Yeah, very nicely done. Because it's like traditional.